لا نحب نقطة بحب نوضحها من حسب رأيي أنا حسب ما قريت وشفت معناها. الناس تتحدث عن انقلاب بالمفهوم المطلق هكاك. انقلاب ماذا؟ انقلاب عسكري، انقلاب سياسي؟ ساعة نحدد المفهوم شنو هو. الانقلاب هو تحول من وضعية معينة إلى وضعية أخرى، أو من الأسفل للأعلى أو من الأعلى للأسفل. هذا في مفهومه العام. بالنسبة للانقلاب تحدث ليه العباد تو في الشارع، هو انقلاب سياسي من انقلاب على الديمقراطية. هذا هو الموجود تو، الانقلاب على الديمقراطية. احنا في وضعية اليوم الناس كل تعرفها، وضعية رديئة، فهمتني؟ نرجع للمفهوم، الانقلاب هو تحول من وضعية لوضعية، تحول من وضعية سيئة لوضعية أحسن. هذا بالنسبة للآن. دونك بما أن الوضعية اللي كنا عايشينها وضعية سيئة، دونك تتميز باللا ديمقراطية مش بالديمقراطية، فيصبح الانقلاب هنا مشروع. دونك ما نجموش نتحدثوا على انقلاب سياسي أو انقلاب عسكري رديء. هذا انقلاب نجم نسموه انقلاب مشروع، بما أنه انقلاب على لا ديمقراطية، لأن عايشينا في 10 سنوات ما تمش ديمقراطية. فما إنسان جائع وفما إنسان شبعان. التوزيع العادل للثروة ما هوش موجود. دونك ما نجمش نقول لك انقلاب. انقلاب كلمة انقلاب مفردة ما عندها حتى معنى. هو تحول من وضعي لوضعي، وفي الواقع هو شكون سماها انقلاب؟ هي القوى المعارضة، هي القوى اللي كانت في السلطة، هي اللي سمت انقلاب. هو قال تجميد المجلس، تجميد صلاحية المجلس، هذا هو، ما قالش حاجة أخرى، هو ما قالش انقلبت على الديمقراطية. ولهذه الأسباب ثم أحزاب طالبت بضمانات فقط. هذا اللي عندي. هلا هذا، هل ترى أنه احنا تحولنا إلى وضعية أحسن؟ ما نجمش نقيم، ما نجمش نقيم أنا في نهارين وثلاثة، أما هناك مؤشرات والناس كل تعرفها في نهارين. دونك والسؤال المطروح هنا، ماذا قدمت الأحزاب في 10 سنوات؟ شنو هي الإضافة اللي قدمتها؟ هات نغيروا احنا ربما. هذا وجهة نظري، ما نجمش نتحدث كان على الماضي، ما نتحدثش على المستقبل. على شنو الحاجات اللي أنت تحبها تتبدل؟ أنا من رأيي، أنا رأيي الشخصي هذا، أول حين طبيعة النظام. ما نجحش النظام البرلماني ما نجحش. هناك قوة تتصارع لا أكثر ولا أقل، ما ثم حد شيء. كل فريق يجبد مصلحته، كل هيئة سياسية تجبد مصلحتها، ما ثماش حتى بالنسبة لي أنا حسب قراءتي. ما نعرفش شنو توقعاتك للفترة الجاية؟ أنا أتوقع برشا إنجازات، على الأقل مسألة المحاسبة، هناك تحركات حسب ما نشوفه ونتبعه في مواقع التواصل الاجتماعي. ما نعرفش، ما نقدرش نقيم، أنا تو مانيش مؤهل باش نقيم. فما بعض صفحات على التواصل الاجتماعي يراو إنه الحجاب معناها تابع حركة النهضة. هل ترى إنه باش نشاهدوا المس من حرية اللباس في الفترة الجاية؟ علاش هما شدوا في مسألة الحجاب؟ علاش السؤال هذا مطروح؟ المشكلة مش مشكلة الحجاب، أما هما يتبنوها الأحزاب هذه، تتبناها مسألة الحجاب، كان هي حامية للحجاب. قبل 79 ما ثماش حجاب، الناس تلبس الحجاب راه. كما أمي كما أختي كلنا كنا نلبس الحجاب، والآن يلبس الحجاب. ماهيش مشكلة. يقع تبني أو تملك المسألة هذه لتصفية أغراض لأغراض سياسية أو لتصفية حسابات. الحجاب وغير الحجاب راه. أما برشا عباد يراوها مقترن بحركة النهضة. إيش معناها مقترن بحركة النهضة؟ معناها هي اللي كرساتها في تونس قبل ما ثماش حجاب. هذا هو. مدينة يعني نهضوية. أنا راه ماهيش بالضرورة. كان نرجع قبل تجي حركة النهضة الناس تلبس الحجاب. ماهيش، أما يقع تبني، يقع تملك المسألة هذه باسم حزب معين. أنا احنا جبنا الحجاب. احنا دفعنا على الحجاب أو كرسنا الحجاب. أو بدلنا نمط العيش المجتمع من مجتمع متمرد إلى مجتمع آخر محافظ. المجتمع التونسي محافظ، يا ولدني باش يبقى محافظ. برشا عباد يراو الشخص المحايد نهضاوي. بالطبيعة باش يصنفوه التصنيفات هذه ما نحبهاش، يصنفوه. تو تكلمت هيك أنا مع قيس السعيد. أنا ما صحيح صوت له، مانيش مع نظام، مازال ما كي قدم لنا حاجة باهية تو نصوتوا له. أما محايد يصنفوه ما ثماش هذه. أنا قراءتي التاريخية ما هي عندها حتى علاقة لواحد، فما عندها حتى علاقة بالأحزاب. هذا وجهة نظري ونحترم وجهة نظر الآخرين. اللي عمله الرئيس خطوة باهية، أما لكن أعطينا حلول، لأنك أنت كي جمدت توا البرلمان 30 يوم. باهي. هما سي ديجا معناها 30 يوم الجايين ما عندهم عطل. أوت. فهمتني؟ قابل للتمديد. إي، أما أعطينا حلول. قول راني باش نعمل وباش نقد، راني باش نجيب جبهة إنقاذ، راني باش كذا. ما تقدرش أنه مازال بكري على هذا الكل. كيفاش مازال بكري؟ شنو بالضبط معناها؟ كل شيء يكون فيكون.
هي مش كل شيء كل فيكون كي الوضع على خاطر لا هيك تشوف هيك تشوف. انا الان محبط كي تروح انت لدارك السابعة وما تخرج كان غدوه تونسي وسيب الاحباط. انت كونتر حضر الجوالين اجراء صحي مانيش كونتر ما يغزر وين وصلنا فهمتني فشل معناها ذريع للدوله صحيح مع وزاد كوميم زاد المواطنين زاد باش ما نقولوش حتى المواطنين زاد يتحملوا شويه مسؤوليه تو الدوله تقول لك ما عنديش امكانيات وراو هكا وراو هكا الاخر انت حاول الاخر طبق شويه اجراء معناها تدل انت للناس تو في الترام غير بافيت وفي المترو غير بافيت ثم الناس على غالب زاد سيح الحكومه تتحمل المسؤوليه فشل ذريع لك زاد حتى المواطن زاد راهو يتحمل زاد شويه مسؤوليه كوميه باش ما نكونش قاسين لا مع هذا لا مع هذا. نتوجه كلمه الرئيس احنا انا معاك وشد صحيح في قراراتك واحنا معاك ما نجمش نخليك باش تطيح على خاطر عشنا 10 سنين ظلم وكان باش نزيدوا نعيشوا هكايا راهو ما عادش معيشه في البلاد فهمت. واحنا بنزل واش هذا كلمه الى الشعب التونسي ما تقفوش ما تقفوش في الاحتجاجات خاطر فما احتجاجات باش تقوم بها معناها العصابات اللي تحكم في البلاد وباش تصير مغالطات معناها بين الحق والباطل فهمت. ونطمن بصفه عامه الشعب التونسي والعالم رانا عايشين من اواخر حكم الديكتاتوري وعايشين في احدى علامات الساعه الكبرى فهمت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه إذا حتى إذا كثرت الزلازل وكثرت الطوفان وكثرت الحرائق وكثرت الأوبئة. احنا العالم يشهد الحالات هذيا نشوفوا في الحرائق نشوفوا في الطوفان نشوفوا في الأوبئة نشوفوا في الزلازل نشوفوا في العالم ديجا صاير طبعا حتى توا معناها فهمت. نهاية الحكم الدكتوري سيء معناها دخلنا لمرحلة نهاية الحكم الدكتاتوري فهمت. وإن شاء الله معناها بحول الله نشدوا صحيح في قراراتنا فهمت ونخرجوا من أزمة فهمت. وفي حكمة أخرى معناها تقول تصنعون من العصابات تصنعون من العصابات مجلس النواب ثم تقول من أين أتى هذا الخراب. احنا انتخبنا صحيح لكن طلعوا هما عصابات والحكمة جت في بلاصتها. شكون ما زلت عندك ثقة تو؟ ما أنا في ثقة في اللي يجري ورا الحق رئيس ويجري الحق على حق الوطن فهمت. احنا مانيش باش نسيبوا في حقوقنا تبارك الله الشعب كامل عنده حق راه طبعا معناها عاش فترة الظلم وما عادش يحب يزيد يعيشها واضح. لذلك علاش هو الشعب معناها توا كي رئيس خرج في خطاب معناها تاريخي راه بتفيق توا دونك نزلنا احنا نكبشوا في وطن نتاعنا نحاربوا نجادوا على وطن نتاعنا. عاشت فيها عصابات اكتفينا من حكم العصابات الحكم الديكتاتوري نحن طبعا نعيش في حالة نهاية الحكم الديكتاتوري والله موفق للمجاهدين اللي يجاهدون على في سبيل الوطن اللي جاهد في سبيل الوطن بيت وهو راه تسمى مقدرة دافع عن الوطن نتاعو وحافظ على الوطن نتاعو ودافع عليه وما خلاش الوطن نتاعو يزيد يغرق. احنا غرقنا في الفتنة اكتفينا هنا من فتنة اكتفينا 10 سنين غرقة في الفتنة ما ربحنا حتى شيء ما صورنا حتى شيء البطالة كثرت كل شيء كثر المعيشة غلاء المعيشة كيف زاد كثرت. إن شاء الله نطلب من السيد الرئيس واصل في قراراتك والشعب راه معك الحق إذا الحق ظهر اكتفينا فهمت. والله موفق نطلب زاد من الشباب والشعب فهمت. راهم فما رشوة قاعدة تدور برا كسر برا خرب وهاي فلوس يعيشكم نقصوا من وقوع في الفتنة نقصوا ران رقم كسر طولها كسر في العصا اللي مصات هو كسر في العصا اللي مصات هو يعطيكم العصابات تعطيكم في العصابات تعطيكم في الرشاوي برا كسر وخرب رقم غلطين. اللي يحب وطننا نتاعو ما يمشيش وما يقعش في الفتنة فيقوا على روحكم. طبعا مظاهرات او بتصير في الايامات هذه ماذا بكم ما تخرجوش باش ما فيش اختلاط بين المظاهرات وبين العصابات ماذا بكم تشدوا معناها ادعسوا صحيح من بعيد واللي تلقاوه كسر وخرب وعمل شدوه وبلغوا الامن اكهو ما تصيرش فتنه ما نغلطوش بعضنا ما نمشيش في طريق معوش نمشي في الطريق المستقيم.